قاعت جمعية المهندسين العراقيين بالنجف مسرحا لإحدى أكبر المسابقات الرياضية التكنولوجية. أكثر من 100 متسابق من مختلف المحافظات يشكلون 60 فريقا تباروا في بطولة أولمبياد الروبوت الوطنية لاستعراض ابتكاراتهم التقنية المختلفة. بطولة أولمبياد الروبوت الوطنية التي أقيمت في النجف الأشرف وتشمل كل المحافظات، شاركوا أكثر من 10 محافظات في هذه البطولة، أكثر من 65 فريق، أكثر من 110 مشارك حاليا في جميع المسابقات. حقيقة نعتبر هذه البطولة هي منصة أو بوابة نحو العالم التكنولوجي. قبل أسبوعين عدنا من الهند مشاركة دولية أكثر من 50 دولة، حققنا المركز الأول في مسابقة الابتكار ورفعنا علم العراقي عاليا. الهدف والغاية هو تنمية قدراتهم، تحول الرقمي للمستقبلي، لأخذ بنظر الاعتبار هذا التخصص الدقيق وتطويره في المحافل المحلية والدولية. عدد المشاريع الابتكارية المقدمة من المتسابقين في هذه البطولة بلغ 20 مشروعا، تضمنت ابتكارات تتعلق بالصناعة والتعليم والزراعة والأمن وغيرها، يؤكد صانعوها على أهميتها في تقديم خدمات متنوعة تسهم في سد الحاجة عند المؤسسات الحكومية والأهلية أيضا وتقلل الجهد والوقت. الكل مبتكر انه يصمم اي روبوت او اي اداء لها وظائف معينه، هسه انا هسه الوظيفه من هذا الروبوت انه عباره عن شلون روبوت كانه ما هو ما يعني مو انا اللي اتحكم به، ما عندي لا ار سي لا ريموت كنترول لا جويستيك حتى اتحكم به، مجرد انه هو بنفسه عنده حساسات. انا عندي تحدي لازم اخلي الروبوت هو من تلقاء نفسه يعني ما يطلع من ينفذ له الوظيفه وما يطلع من هاي الحلبه. اقتصادنا نقدر نقول معتمد على مورد واحد اللي هو النفط. اقتصاد او كبنية تحتية نعتبر هاي بنية تحتية الجيل الحالي الموجود حاليا اللي هم هاي الفئة العمرية، اذا لقوا الدعم الكافي التطور بالذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات ممكن نكون شركات اقتصادية قوية عن السيارة الذكية، ممكن نسوي روبوتات، ممكن نكون اتمتت المواضيع اللي موجودة بالعراق. وتعتبر بطولة أولمبياد الروبوت الوطنية واحدة من أهم النشاطات الرياضية الإبداعية التي تنظم بالشراكة مع أكاديمية الروبوت عضو الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية لتسليط الضوء على قدرات وطاقات الشباب لإبراز ابتكاراتهم وتقنياتهم الفريدة والمختلفة. من النجف والآلة طيف، زاغروس تيفي.